هل ترغب بأن تكون جزءاً من عالم الريادة والإبداع في عالم تكنولوجيا المعلومات والاتصال الذكي؟ برنامج البكالوريوس في هندسة الحاسوب إنترنت الأشياء في كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية بجامعة اليرموك سبيلك للتميز وصناعة مستقبلك. يعتبر برنامج البكالوريوس في هندسة الحاسوب إنترنت الأشياء في جامعة اليرموك الأول من نوعه في الأردن كبرنامج أكاديمي هندسي، كما أن برنامج البكالوريوس في هندسة الحاسوب والمنبثق عنه برنامج إنترنت الأشياء معتمد من هيئة الاعتماد الأمريكي للهندسة والتكنولوجيا ABET. بحسب المعطيات العالمية فإن عدد الأشياء المتصلة بالإنترنت باستثناء أجهزة الحاسوب والأجهزة المحمولة في عام 2028 سيصل إلى 30 مليار جهاز في العالم. وعلى المستوى المحلي فقد وقعت الأردن اتفاقية الجيل الخامس من الاتصالات في العام 2022، ما يعني حاجة هذا القطاع إلى كفاءات علمية مؤهلة ومتميزة في السنوات القليلة المقبلة. تتفرد الخطة التدريسية للبرنامج بوجود 4 مساقات للتأهيل الوظيفي ومهارات العمل، معادلة الشهادات الصناعية العالمية كبديلاً لمساقات تدريسية ضمن الخطة، تقديم مشروعي تخرج على فصلين دراسيين، تدريب ميداني للطلبة لمدة 4 أشهر في شركات متخصصة، بالإضافة إلى مساقات متخصصة في مجالات إنترنت الأشياء. بانضمامك للبرنامج ستتاح لك فرص العمل كمهندس إنترنت الأشياء، مهندس حماية أنظمة إنترنت الأشياء، مهندس حوسبة سحابية، مطور برامج وأنظمة، مهندس واستشاري تخطيط مدن ذكية، استشاري إدارة سلاسل التوريد، مهندس نظم مضمنة، مهندس بيانات ضخمة. برنامج البكالوريوس في هندسة الحاسوب إنترنت الأشياء في جامعة اليرموك رؤية مستقبلية لعالم من الأشياء المتصلة الذكية. Thank you.